قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقة من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد خلاف دبلوماسي مع الرئيس دونالد ترامب نجم عن أثره أو أدى إلى استقالة السفير البريطاني في واشنطن من منصبه. وأكد هانكوك أهمية العلاقة الاستراتيجية بين لندن وواشنطن في إطار التعاون بين البلدين في القضايا الدولية. كما أبدى هانكوك دعمه لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ليصبح رئيس الوزراء المقبل. Supporting every individual to make the best that they can in life. I'll be talking to all the other candidates.